بكم متابعين واتس اب ميديا نتورك شو الاخبار ويب تي في معكم حسين هاشم وحلقه جديده من برنامج حكي رياضي سبورتس تاك معي انا ومع الكابتن عباس ابو خضر اليوم حلقه مميزه وحلقه مليئه بالاخبار الرياضيه كان اسبوع رياضي بكل ما للكلمه من معنى العديد من المباريات اللي حصلت مباريات كثير كانت كبيره مباريات كانت عم بتحدد مين مراكز اول وثاني ببعض الدوريات رجعنا نشوف الدربيات ان كانوا بايطاليا انتر ميلان اي سي ميلان كانوا باسبانيا اللي عم بيصير ولا ان كانوا بدوريات تانية بلشنا نشوف في حماس اكثر عم بيصير بالدوريات الفرق عم بيكون نقطه او نقطتين مش اكثر من هيك فاسبوع رياضي كان كتير حلو مليء بالاحداث الرياضيه اللي صارت فالحلقه رح تكون مليئه بالاخبار الرياضيه اكيد رح يكون معنا ضيف اليوم مجد حموش لاعب منتخب لبنان للشباب بالفوتسال كمان رح يكون مجد معنا هون بالحلقه وبالاستديو وال... مباشره بميشيغان وكمان رح نتحدث نحن ومجد عن مسيرته الرياضيه مع منتخب لبنان وكمان رح يحلل معنا البطولات والاخبار الرياضيه وكره القدم آه كمان فكتير اخبار في عنا تقرير عامله احمد محمد هشام مثل كل جمعه بيعملنا تقرير احمد آه في شريط اخبار رح يمرق من خلاله اكيد دي كتير اخبار رح نحكي عنها الدوري الاسباني الدوري الايطالي البريمير ليج رح نحكي كمان نعطيكم اخبار متفرقه عن التنس وعن الباسكت عن كل شيء خصو بالرياضه آه كمان ترتيب الدوريات بالسعوديه وبسوريا وبلبنان وبكل الدوريات حلقه كتير مليئه بالاخبار فخليني اعطي عباس ليبلش بمقدمه ومنجع منبلش بحلقتنا عباس بخرج اول شيء قبل ما بلش بالمقدمه بعثوا لي الفيسبوك بيقولوا لي يور اكونت temporarily locked لوكت إيه بعرف ليش إيه عملوا لي خبريه مش منيحه خبريه أوكي. ابدا مش منيحه عندي على الفيسبوك هلا مش عارف نور الكومنتس حسين أه حسيني بيعطينا الكومنتس او بنحضرهم بن من عند مال. حموش تحيه لكم اهلا وسهلا فيكم مثل كل نهار تنين اخبارنا الرياضيه المتنوعه يلي يعني نحن بنعرضها عليكم بكل الدوريات الاوروبيه والعربيه مثل ما بعض الناس طلبوا مننا بس نحن حنعطي بس ترتيب الدوريات العربيه ومننتقل منها اكيد للاوروبيه اللي اكثر حماسا وتشويقا ومثل ما قال حسين رجعت الدربيات الاوروبيه عم تعطي عم عم تعطي رونقه صراحه بعالم كره القدم، هالجمعه كان في شويه تغييرات رغم انه المتصدرين اكثريتهم كانوا عم يربحوا من عدا يمكن فريق واحد جوفنتوس يتعرض لخساره مفاجئة مفاجئه ضد فورونا على كل هلا بنحكي فيها كمان في معنا ضيف جاي ضيف من لبنان جديد حديثا على الولايات المتحده الامريكانيه لاعب كره قدم فوتسال بنرحب فيه نحن اول شيء بامريكا ونحن دائما مثل ما قلنا بندعم كل الوجوه الشابه الواعده بعالم كره القدم او بكل الرياضات اللي بتكون موجوده خاصه عندنا بالجاليه، كمان لنحكي معه اذا بيصير له ظرف او وقت يلعب هون او يتمرن حبيب. هون بنشوف هلا بعضه شاب صغير بعضه جاي باوله على على بلاد الاغتراب بنتمنى له كل التوفيق بكل شيء بحياته العمليه المهنيه والرياضيه واهلا وسهلا فيك مجد حبيب. حموش حبيب خبرنا اول شيء عن حالك خبرنا مع مين تلعب بلبنان شو الفرق شايفك كمان تلعب مع المنتخب اللبناني اه. خبرنا عن هذه التجربه اول شيء مرحبا اهلا وسهلا فيك مرحبا مرحب للمشاهدين مشيت حموش جيت من لبنان صار لي شهرين ونص شهرين ونص ثلاث اشهر شهرين ونص جديد عن <applause> جديد هون آه، لعبت مع الحريه صيدا لمده سنتين رجعت بعد السنتين انتعلت لفريق الغبيري عملنا بطل لمده موسمين مع الغبيري للشباب رجعت لعبت مع الفريق الاول وطلعنا على الدرجه الثانيه على الدرجه حلو. الاولى عفوا على الدرجه الاولى ومن بعد هالموسمين الحلوين طلعنا على المنتخب الشباب طلعنا معسكرات ولعبنا اسيا تحت 21 سنه بايران اه نايس هيدي امتى هيدي باي سنه؟ هيدي السنه هيدي السنه من, من شيء ست اشهر اه حلو وانا قفيت شهادتي قفيت اي شهاده منك؟ يعني وقفت مدرسه كرمال اطلع العب مع المنتخب اه والله بايران وقفت لمده شهرين شهر انت باي صف اذا بتسمح لي انا خلصت انت خلصت شو؟ خلصت الترمينال ترمينال اللي هو الثانويه بلبنان صح. يعني صح اه حلو أيه. صح قدمت الشهاده تبعك تبع الترمينال أيه. اوكي سو المفروض كنت تروح على الجامعه بس طلعت مع المنتخب المنتخب ايوه اوكي كثير منيح وجيت لهون هلا رحتوا على دوره بايران هل هي ترى هي دوره يعني اسيويه أسيوي كانت آه بطوله اسيا تحت ال 21 تحت ال 21 سنه, سنة. للشباب وشو عملتوا النتائج؟ طلعنا الربع النهائي ضد ايران اه وصلتوا للربع النهائي آه ضد, ضد, مين لعبتوا بالدوري المجموعات؟ لعبنا ضد تايلاند خسرنا ضد لعبنا ضد قطر ربحنا اوكي لعبنا ضد كيرغستان اوكي وضد ايران قديش مستوى الفوتسال بلبنان هل يا ترى هي رياضه يعني عليها يعني في عالم بتحب تحضرها في لها متابعه في عالم بحب يحضرها بس هو في فريق مسيطر بلبنان من هو الفريق المسيطر بانك اوف بيروت بنك اوف بيروت, بانك أو بيروت. بانك أو بيروت. <تصفيق> <طب>. <تصفيق> هو, مسيطر. هو المسيطر هو المسيطر طب ليه ما عنده بيركي بي ما عنده نجوم يعني عنده نجوم بسمع بي انا اللاعبين على صعيد يعني المنتخبات ما هو طول. لانه لانه الفريق هو بانك اوف بيروت بامن مستقبل بلبنان ايه. يعني بوظف لعيبته يعني هلا لا مشارت. هلا البنوكي لا هلا البنوكي اكيد اهلا وسهلا فيك مجد نحن سعيدين انه انت موجود معنا اليوم و... و يعني ان شاء الله رح نحكي اكثر واكثر عن لعبه الفوتسال اللي بلشت يعني بلش لها جمهوريه اكثر واكثر يعني هذه اللعبه اكيد تحيتنا لكم كل اللي عم يتابعونا كل اللي عم يحضرونا على شو الاخبار ويب تي في اكيد فيكم تكتبوا تعليقاتكم والكومنتس تبعكم الدوريات اللي انتم بتتابعوها يمكن دوريات ساكر ولا باسكتبول الفرق اللي انتم بتشجعوها مين بتشجعوا بهيدي الدوريات وليش بتشجعوا هيدي الفرق وهل يا ترى فريقكم انتم راضيين عنه ولا مش راضيين على النتائج تبعه؟ اذا مثل شايفين على الشاشه نحن حاطين رح نستعرض شويه مثل شريط اخباري سريع وكمان في ريبورت رح نلعبه بعد شوي بس كمان الصوره هيدي لمنتخب لبنان بول قدروا يربحوا على البحرين بنتيجه 72 64 بافتتاح بطوله كاس الملك عبد الله الثاني فمبروك للبنان كمان هارد لك لفريق صح. الانصار اللبناني اللي خسر قدام الكويت الكويتي بنتيجه 1-0 الانصار ضمن بطولة اتحاد الاتحاد الاسيوي ومبروك لنادي العهد اللبناني لربح هو العهد كان هديك السنه هو بطل هيدي بطل هديك النسخه من كاس الاتحاد الاسيوي ربح 2 واحد هلا الكاس الاتحاد الاسيوي يختلف عن الكاس ابطال الأسي. غير غير آه لحتى بس في بعض المشاهدين بيضيعوا فيها هلا بنحكي فيها نحن هيدي أه اكيد اكيد من بعد هلا كوننا نحن فتحنا كوننا اه حكينا عم نحكي عن عهد وانصار في كثير عالم وكنا عم نحكي قبل ما يبلش البرنامج عباس كنت عم تقول انت انه زبطنا حاولنا نظبط بدنا بدنا نحيي كل اللي عم يشاهدونا لحتى نعمل نقدر نتابع الكومنت يعني عملنا شويه ديليت او بعثوا لنا مثل مثل ما بتعرف الفيسبوك ببعثوا لك اذا في اي مشكله آه هاكت او شيء فبعثوا لنا رجعت فتحت الصفحه عنا من جديد مبروك عم مبروك عم نحضركم عم نحضركم عم, نحضركن عم آه عباس إيه. كنا عم نحكي انا وياك قبل ما يبلش البرنامج عن قصه الفرق اللبنانيه بمشاركتها كمان بالاتحاد الاسيوي كنت عم بتقول لي انت العهد لو عم يلعب مع فريق اقوى من الهلال القدس بيخسر اربعه بيخسر اربعه بايزي بقول لك شغله اول شغله يعني هارد لك لفريق الانصار اكيد واكيد مبروك لفريق العهد الربح اللي, اللي يمكن كان كل الناس انه متوقع يربح اكثر زائدا على الاداء اللي قدمه فريق العهد انا برايي ما كان لازم يربح يعني ما كان لازم يربح فوز يعني فوز لازم انه فوز طبيعي بنحب نحن انه كفرق لبنانيه نحن ندعمها بس ككره قدم كان الفريق الفلسطيني انشط شويه لحلك ليش لانه بين واظهر انه الازمه اللي عم يفر فيها لبنان وازمه كره القدم خصوصا توقف توقف, توقف الدوري اللبناني هلا اوكي توقف الدوري تروح تلعب بدورات على صعيد حارة حراك او دورة ملعب لنقول العهد في باربع اربع خمس ست فرق هيدي منا 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 يعني منا بطولات بتحضر فريق لبطولة اسيا او للمشاركة الخارجية ما بتحضرك لانه ما بتحضرك لا ذهنيا ولا ولا ابدا ولا حتى بدنيا اه. انا في اربع خمس طابات انا الانصار ما حضرتهم كنت شوي مشغول جيت حضرت العهد بالشوط الثاني وصلت قلت بدي احضر فريق العهد حتى اذا بدي ع... بدي اذا بدي احكي بالموضوع بدي اعرف شو بدي احكي فسمعنا انه خسر اكيد الفريق الانصار من الفريق الكويتي 1 0 العهد كابتن في ثلاث طابات او اربع طابات اللاعب ما عم يقدر يوصل طابه لمسافه يمكن 50 متر يعني عم تجي الطابه ما عم يقدر يبقى يلعب باس زائدا المنشات الرياضيه اللي عندنا بلبنان يعني انا بتعجب انه بدوله او مثلا ببلديه بيروت او مين المسؤول عن المدينه الرياضيه أوكي. بتعرف انه فيها هي بيطلع لها هي جزء معين من وزاره الشباب والرياضه للصيانه والى ما هنالك معقول لهلا نحن ما عندنا شادر يغطي الارض شادر يغطي الارض الملعب انت بتعرف بكل البلاد الاوروبيه بس يخلص المباراه بيغطوا الارض بيغطوها من الشمس من المي من الثلج بيقلها وقت حتى المي الى وقت بيسوقها فيها بس مش دائما المي مي المي بتنزل عمرها الحشيش يعني بتعليه اكثر من اللازم فتصور انت ملعب ما بعرف اذا ممكن منتبه اذا شايف اذا ال... هيدي اليوم يمكن ما بعرف اذا هيدي اليوم لا هيدي قديمه الصوره اه بس كمان عم ملعب لا لا غير ملعب <applause> ما بيصدقى. لا سباحه المي شيء حسن حسين والجور الموجوده بقلب الملعب هلا خليني انا بس لقصه هلا اكيد نحن لا أمر هيدا أمر هيدا أمر يسلم هيدا يسلم بي انه الرياضه بلبنان غير مدعومه غير مدعومه نهائيا يعني ولا, يعني إيه ولا, إيه ولا فوتسال آه. شو عم تلعب انت الرياضه بلبنان يعني ملعب مثل هيك بي بيقتل اللعبه بس بس بيقتل حلاوه بس وتلعب. عم نحكي نحن عن توقف الدوري اللبناني شفناها نحن بالدوري الباسكتبول لما كانوا عم يشاركوا الفرق اللبنانيه ببطوله دبي الدوليه ان كانوا رياضي ولا إن كانوا هوبس بس وصلوا لمراحل متقدمه صار في تعب أقوى <applause> اكيد بفرق اللبنانيه كانت تربح بسهوله ببطوله دبي للباسكتبول وصلوا الرياضي <applause> لمباراة نهائية يعني تقريبا تبهدلوا صراحه <applause> يعني فاهمين كيف؟ ضل الفرق 15 10 15 بوينت كل المباراه ما في لانه ما في براكتس دايما توقف توقف الدوري كانه دوري الباسكتبول ولا دوري الفوتبول بلبنان بلش يبين مفاعيله حاليا واذا بضليه متوقف الدوري اللبناني لكره القدم والدوري اللبناني لكره السله رح يدمر لا انا بقول لك فريق العهد اذا بي رح اذا بيلعب اذا بيلعب فريق العهد مثل ما اليوم صراحه مثل ما اليوم بيطلع من برات المجموعه بس الشغل الثاني اللي اللي بيطلع اللي اللي لازم نضوي عليه يعني احنا انه في كثير يعني في العهد وفرق ثانيه خسروا لعيبه يعني مثل انه بسبب الاوضاع بسبب الازمه الاوضاع الماليه الصعبه في الاوضاع الماليه الصعبه بلبنان عكاشفة كيف في خمس ست لعيبه اعاره مهدي خليل راح صار هلا بزبهان الايراني في خمس ست لعيبه إيه يعني حسب ما عم بيقولوا استغنوا عن استغنوا عن استغنوا عن الاجانب في اربع خمس لعيبه اعاره مظبوط اوكي بس هذا لا يمنع انك انت كمان فايت على بطوله اسيويه ما تكون متحضر حتى احمد عم بيقول لك يعني نص الفريق يعني فريق العهد شباب. نصه فريق من الشباب. طيب ما انت انت عندك انت عندك استحقاق اسيوي الاستحاء الاستحقاق الاسيوي منه ازمه يعني ما كان ضمن الازمه اللي الموجوده بلبنان ايه بس كان بس معروف بس انه بس في عندنا مباريات لكاس اسيا بس عباس كاس آسيا. انت كنادي منك معزول عن الازمه الاقتصاديه ما بلبنان وانت وانا وياك بنعرف انه اللعيبه آه الاداره مش بس بالعهد بكل الفرق اللبنانيه عطيتهم كارت بلانشه بده يفل في فل لانه ما في صحيح آه ما في مستحق بس اللياقه البدنيه اللي كانت موجوده اليوم بالملعب آه. لا تصلح ل 120 دقيقه في عم تلعب مباراه آه. او 90 عم تتابع دقيقه عم بلبنان صراحه لا <applause> مش يعني في اربع في اربع طابات حسين اذا كنت بتشوفهم آه. عفوا اذا قطعتك آه. آه بقلب الكرة اللعيب ما قادر يشيل طابه، أيه. ما قادر يلحق اللعيب حتى إيه بيرجع للياقه البدنيه اكيد بيرجع لللياقة البدنيه تبع تبع اللعيبه، اكيد نحن بدنا بالنهايه بدنا نقول له مبروك لون. يعني مبروك 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 ان شاء الله بتحسن اول مباراه بالاتحاد الاسيوي بعد بالمجموعه توقف. فان بالمجموعة. شاء الله يعني بالمستوى تبع العهد ومستوى مبروك. الانصار بيتحسن والفرق العربيه كلها اللي عم تلعب بالاتحاد الاسيوي كمان تتحسن مستواها وتقدر انه تربح آه زينه عم تقول انصار وبس زينه ايه مش غلط سج... انا شجعت الانصار شخصيا هيدي لازم نقتلها <applause> <12 سنة تصفيق> هي <أختي> لازم نقتلها <applause> لازم نطلع فيها قرار اعدام ساعه <applause> برشلونه ساعه انصار عن شو بدك تحكي؟ عن شو بدك تحكي؟ تحكي اول شيء بدنا اعطيهم دوري السوري بدنا و... نحكي عن الدوريات اذا بدنا نلعب الفيديو خلينا نلعبه بالاول واذا لا خلينا نحكي عن الدوريات ال... بس اللي بعد ما طلبوا مننا <تكلم> الكثير قالوا عين انه آه ليش ما بتحكوا عن البطولات الدوريات العربيه مزبوط. فنحن قلنا لا بس بنجيب لكم مين متصدر ميمين. هي بالنسبه للمغتربين هلا اكثريتهم اللي بيحضروا كمان <applause> مغتربين بيعرفوا آه شو اسمه خلينا انا بدك نقول الدوريات فينا, فينا, التقرير. فينا جهز نقول التقرير ايه قول قول, قول اذا بدك الترتيب بس الترتيب اول شيء خلينا بس ناخذ الدوريات الاكثر بال الدوريات الاكثر متابعه صراحه باسيا او بالدول العربيه هو الدوري السعودي والدوري المصري والدوري السوري هول الاكثر يعني متابعة صراحة بالدوري السعودي المتصدر بعده الهلال ب 38 نقطة النصر ب 35 اللي بتعرفوا النصر وهلال <applause> هودي يعني فريقان لو بقولوا الداربي كمان الاهلي السعودي ب 33 نقطة والوحدة ب 30 نقطة الدوري المصري كمان عم يبلش يحلو في شوية الزمالك مبيعد تقريبا 8 نقاط زمالك اللي يعني بحبه يعني يعني بشجع الزمالك الاهلي مثل العاده متصدر ب 39 نقطه، المقاولون العرب ب 32 نقطه، والزمالك ب 31 واتحاد الاسكندري ب 27 29 27 نقطه. من مين الاول بي... بال؟ وين؟ الاهلي، الاهلي المصري الاهلي المصري. المصر. المصر. لا مش دائما ان شاء الله، الاهلي المصري. في عندنا بالدوري <applause> السوري بالدوري السوري اكيد كمان في عندنا من الجاليه السوريه بتابعوا الصفحه كثير وبيهمهم الدوري السوري. أه... انقلبت الموازين أه... يعني صار في متصدر تاني اللي هو تشرين تشرين مع العلم انه غلط تشرين يعني صرنا هلا نحن بي بآذار الا انه بقي متصدر متصدر تشرين ب 30 نقطة الوحدة السوري كمان ب 25 الوسبة ب 24 والجيش ب 32 بما انه قلنا نحن ان الجيش ذكرنا الجيش بدي يعني اعتذر منكم بدنا اكيد نعزي بنعزي شهداء الجيش اللبناني الشباب اللي سقطوا اكيد من خلال مداهمه صارت من كم يوم ثلاث شهداء اكيد بمنطقه الهرم من بعلبك بني هذا جيشنا ووطننا فهودي الشهداء بمسلونا اكيد طيب خلينا انا بدنا اكيد بدنا نروح نحضر تقرير التقرير من اعداد احمد محمد هشام التقرير يشمل اخبار كره القدم كره السله تنس والعديد من الرياضات المحلية والعالمية تقرير أحمد محمد هشام ونرجع لكم بحكي رياضي ما تروح ولا مطرح نادي الاتحاد السكندري على صدارة الدوري المصري لكرة السلة بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 80 73 حققت سيدات برشلونة نقاط السوبر الاسباني السيدات بعد الفوز على سيدات ريال سوسيداد بنتيجة 10 1 ريال مدريد وبرشلونة خارج مصابة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد خسارة ريال أمام ريال سوسيداد بنتيجة أربعة 3 وبرشلونة أمام أتلتيكو بلباو بنتيجة واحد صفر وأبرز المتأهلين ريال سوسيداد أتلتيك بلباو جرناطا وميرانديس وقع نجم منتخب لبنان والرياضي وائل عربجي عقدا مع نادي الشمال القطري لكرة السلة حقق نادي النجمة نقب كأس 14 لكرة القدم بالنسخة الأولى، وذلك رغم خسارته في المباراة الأخيرة أمام شباب الساحل بنتيجة 1-0. ضمن المرحلة 17 من الدوري السعودي، حقق الهلال السعودي الفوز بنتيجة 3-1 على فريق الرائد، وتعادل النصر والفاتح بنتيجة 1-1، وبذلك بقي الهلال بالصدارة برصيد 38 نقطة، يليه النصر ب 35 نقطة. رصدت إدارة نادي الزمالك مكافآت للاعبين وذلك في حال الفوز بالسوبر الافريقي على نادي الترجي التونسي. انتهت القمه الالمانيه بين نادي بايرن ميونخ ولايبزيك بالتعادل السلبي 0-0 من دون اهداف. قلب نادي انتر ميلان تاخره بنتيجه 2-0 امام نادي ميلان الى فوز عليه بنتيجه 4-2 في قمه الدوري الايطالي لكره القدم. حقق نادي باريس سان جيرمان فوزا على نادي اولمبيك ليونين بنتيجه 4-2 في الدوري الفرنسي لكره القدم. حافظ نادي ريال مدريد على صدارة دوري الاسباني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونه وذلك بعد الفوز على اوساسونا بنتيجه 4-1 وكما حقق نادي برشلونه فوزا عن نادي بتيس على نادي ريال بيتيس بنتيجه 3-2 بمباراه تألق فيها النجم الارجنتيني ليون ميسي اعلن نادي برشلونه اصابه نجم الفريق اسماندومبلي باصابه تبدو حتى نهايه الموسم نجم كرة السلة الألمانية فاضل الخطيب ضمن لائحة أفضل لاعبي كرة السلة في آسيا في الأربعين من السنة الماضية. حافظ الصور نوفاك جوفكيتش على صدارة الترتيب العام للاعبي التنس في العالم. حقق نادي هلاس فيرونا انتصار على نادي يوفنتوس بنتيجة 2-1. كل التوفيق لممثلي كرة القدم اللبنانية الأنصار والعهد في انطلاق كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. اكيد بنرجع لكم بحلقتنا المباشره من استديو شو الاخبار ويب تي في وبرنامج حكي رياضي اللي هو برعايه هابي هوم فرنتشر موجودين على 5100 شيف رود بمدينه ديربون وكمان عندهم فرع ثاني بمدينه ميلفندل فاكيد شكرا لهم على دعمهم لبرامج واتساب ميديا نتورك قبل الاعلان حكينا عن كاس الاتحاد الاسيوي حكينا شوي عن بعض الاخبار الرياضيه بدنا نبلش نحكي وحنبلش حديثنا بعتقد عباس مثل العادي نحن بنبلش بالدوري الالماني على ما اعتقد الدوري الفرنسي بس قبل بدنا نقول نحن بالدوري اللي, اللي بتحكي عنه بالدوري غير هلا بنحكي عليه بس بالدوري الاتحاد الاسيوي إيه؟ بس بدنا نذكر انه العهد هو بمجموعه الاي اللي فيها الهلال الفلسطيني والجيش السوري والمنامه البحريني. 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 ####البحريني والأكيد أكيد المجموعة بي اللي فيها الأنصار والكويتي والوسبي السوري والفيصلي الأردني هلا بدوري أف... أبطال أفريقيا اللي كمان حيبلش جمعة الجاي بعتقد... أي. أه مثل ما انت قلت الترا في مباراه كثير مهمه يحضروها تراجي التونسي مع الزمالك المصري هيدي, من اقوى هيدي كاس السوبر بعتقد السوبر بدوري ابطال افريقيا ايه دوري ابطال افريقيا هو ابطال افريقيا لانه بعتقد حتى مرقت بالتقرير التراجي التونسي ضد الزمالك الزمالك ايه ايه اداره الزمالك حاطين مكافئات ماليه للاعيبه اذا بيربحوا اذا بيربحوا لانه عوي فريق قوي لانه عوي تراجي التونسي وزائدا وزائدا وزائد اذا بتعرف انت الازمه اللي وصلت بين مش هذيك السنه يطبشوا بعض هلا نجي للاول شيء للدوريات الاوروبيه مثل العاده بنبلش بالدوري الفرنسي نحن لانه الدوريات هوليك شوي اقوى شوي فيها حماس اكثر، الدوري الفرنسي مثل العاده باريس يعني كان في مرحله كان ليون كان في مرحله لا ايه كان بلشت نهار نهار الاربعاء المشكله انه باريس سان جيرمان مارساي ما عم بيقدر يعني يحافظ على ثباته او ملاحقته مظبوط عم يعني عم يتعادل عم يخسر عم يربح ما 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 عم تمشي الحال معه على كل كان في مباراه مؤجله لباري لمرساي لو قدر ربح فيها ضد سانت تيان كان شويه قرب الفارق او قلص الفارق ليوصل يعني تقريبا للعشر نقط بينه وبين ولكن للاسف تعادل بالمرحله 24 فاز على تولوز 1-0 وباريس سان جيرمان كانت في مباراة كتير قمه بينه وبين ليون الفرنسي يلي انتهت 4-2 لمصلحة باريس سان جيرمان واكيد بالصدارة بعده باريس سان جيرمان ب 61 نقطة ومارسي ب 49 نقطة وفرق 12 نقطة يعني يعني كمان ضيع قلت لك ضيع نقطتين مارسي بمباراة مؤجلة له اللي كانت اكيد من مرحلة 17 على كل هل انت بتحضر باريس سان جيرمان؟ يعني مثل الدوري الفوتسال اللبناني باريس سان جيرمان بضل مسيطر <applause> اي هو طيب مصايد مسيطر برايك انت يعني مثلا لانه في مصاري كثير هي نيمار مبابي آه ايه بس طب كم معهم مصاري وطلعوا من تشامبيونز <applause> <من تصفيق> ليج <applause> لانه يعني إيه. لانه ما في احتكاك بالدوري اللي لانه بدهم احتكاك بالدوري ومصاري خلص بيمشي الحال <applause> طيب بالفوتسال برايك انت يعني معقول يطلع هلا بطل... كلهم موقفين طلعت يعني طلع الثالث بانك اوف بيروت باسيا هيديك السنه أو والله. اه والله بس جارك. هلا يمكن شو بعد هلا موقف الدوري مش معروف مين حتى دوري الفوتسال موقف أه كمان مش معروف كل الدوريات موقفه كلهم كل الرياضه مش معروف لبنان كله معرفة. موقف <applause> الرياضه لبنان كله موقف عجله لبنان كله موقفه ان شاء الله اكيد بنخلص من هالازمه بنرجع بنشوف الشباب فعلا لانه <applause> شيء يعني مؤذي للرياضه ومؤذي اساسا للوطن بغض النظر بس عن الرياضه للعيبة. طيب انت كنت متوقع انك تجي على امريكا قلت بتلعب فوتسال هون ما في فوتسال مع انه عم بدي فتش هون بدنا نلاقي <applause> مستقبل هلا الفوتسال قريبه لل للكرة من... القدم يعني اكيد نفس الشيء فما كيف ملعب صغير في بطولة أزغر. عالمية بتنعمل <applause> دائما آه. تقريبا كل ثلاث سنين كل ثلاث سنين حلو صح هلا انت شو بتلعب في عندكم دفاع هجوم خط وسط كمان بالفوتسال لا هلا كلهم تقريبا نفس السيستم نفس السيستم ايه آه و ج يعني بلعب أنا على الطرف. على الطرف. أنت آه. ظهير يعني. ظهير حلو. حلو. طب هل هلا إذا بعتوا وراك المنتخب رجعوا هلا مثلاً في بطولة لنقول ب بآسيا. بآسيا. بي تلفان لك قالوا لك, قالو لك تعال بدك تلعب معنا بالمنتخب شو بتعمل تنزل؟ آه يعني ما بحس لأنه خلص. حتى شو خلص. شو حط حط, يرجع حط بامريكا <تصفيق> يعني. <تصفيق> لا لا هي <بني> مس <مثل تصفيق> المنتخب ويرجع. ما ينزل لا خلص اللي يمشي على هالبلد ما بفل ما عادش بفل لكن خلينا ندور لك على <applause> <بالعواني تصفيق> شي صاله هون بيلعب هون هون احسن اكيد حسن أه. عم بيقول ني... نيمار لازم يرجع للدوري الاسباني دعانه بالدوري الفرنسي صراحة ايه لعيب هلا نحكي طفى بالدوري الفرنسي نحكي هلا بغض النظر ان احنا ما بنحب برشلونه أي. او ما بنحب فرنسا <applause> ولكن وحتى انا ما بحبش الدنمارك كونه برازيلي يعني على كل الميلات بس لعيب مثل هيدا فعلا يعني حرام يكون ما له مثلا صيت المع بالدوريات الاقوى عليها على صحيح عليها تسليط ضوء عليها يعني تسليط ضوء الدوري الفرنسي مغمور شوي يعني مغمور شوي يعني, يعني هلا الدوري الايطالي عم بين سبورت يحطوا ضوء عليك كتير اه بس ما ما, ما بتزبط ما تحط له ضوء هلا الدوري هل الاسباني والدوري الانجليزي اللي هو اخذ السباق كله والاعلان كله, كله والاعلانات كلها الاعلانات كلها لانه صراحه أنه هو الدوري الاول ما كيف انت بتقيس الدوري بالجماهير يعني بالجماهير يعني أنا 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 بالجماهير عدد عدد البيع وعدد التيشيرتات اللي بيبيعوها امرار يعني انا بتذكر مره بريال مدريد لما جابوا جيرد بيل بعتقد باع يمكن يومتها تيشيرتات رايتها ما كانت رأيت رايتها ما كانت <تصفح> هسه بلاع شو جابوا؟ لكن كنا عم نحكي هلا بالاعلان انا وانت عم نقول لهم لما حط انه فور حاطين خبر نحن انه عثمان ديمبلي انصاب لاخر الموسم برشلونه مبلوصين بدناش نقول الكلمه الثانيه مبلوصين بعثمان ديمبلي فاهمين كيف وريال مدريد مبلوصين ببال ببال شو هاي يعني. خلص في اصابه رجع عالاصابه الاصابه عاملينها يعني عجبني شخص كان حاطط اليوم بوست هو ريال مدريدي في بنت اذا بتشوفها بتطلع هيك حلوه هي ريال مدريديه أيه. دائما بيصلوا اذا ما بتكون بالمباريات بيحطوا الدور بحطوا هيك الكاميرا عليها بيصوروها لها بيصوروها بيصوروه لها فعم بيقولوا هو مشاركتها هيدي مع ريال اهم من مشاركه اكثر من مشاركه بيل <applause> يعني لها منفعه اكثر شو لك خلينا نروح للدوري اكيد بنحكي اكثر اكيد بنحكي اكثر عن بيل نحن لانه بيل له حكي اليوم صراحه يعني لانه انا براسي معبى منه 100% إيه بالعربي 100% إيه بالعربي لا لا. اللي بشبرح هلا نحكي عليه على كل بدنا على الدوري المانيا. الالماني اكيد المانيا الدوري المانيا الالماني المانيا الدوري الالماني صراحه اول مره قبل ما نقيت على راسي انت حضرت له المباراه اول مره لا مباراه أنا مش حضران للدوري الالماني مباراة. اللي اول اللي شيء لقال لك ليش مباراه كثير كانت مهمه كثير كانت مهمه لانه لانه حلو. الاول والثاني عم يلعبوا بهالمباراه مزبوط مين كان لازم يستفيد من هالمباراه قلت لك الجمعه اللي قبلها انا قلت لك كان لازم يستفيد دورتموند لازم يستفيد دورتموند ويضل متابع انتصاراته تيقدر يضله منافس هلا بعده منافس بس ولكن لو ربح دورتموند كان هو مركز ثاني مزبوط بدل محل لابزج محل بايرن ميونخ لانه لابزج مقدم بالجولز مزبوط. آه. بلم بلا بلم قدامين مقدمين بالجول بعده لبزج بعد المتصدر آه. عرفت علي؟ هلا متأكد فشو نعم. عملوا بمباراتهم ضد باير ريفلكوزن مع العلم انه بمرحله الذهاب باير ايه خسران اربعه من باير ميونخ باير ريفل كوزن خسران اربعه يربي من دو دورتموند مباراه كانت كثير حلوه كثير فعلا مباراه اذا بيقدر فرق يعني كره قدم بمباراه دورتموند وباير ريفل كوزن كانت مباراه كثير شيقه كان متقدم دورتموند رجع عادل 2 2 النتيجه وبدقيقه واحده بس او يمكن دقيقتين سجلوا جولين باير ريفل كوزن وخسرت المباراه 4 3 بعتقد 4 3 يا خسرت المباراه. كانت كثير صعبه على دورتموند، المرحله اكيد ال 21 كانت بلشت نهار الجمعه آآ بفوز فرانكفورت 5 0 على ازبرج، نهار السبت كان عم يلعب دورتموند اللي خسر 4 3 بخساره يعني متوقعه مفاجاه صراحه، لانه كان متوقعين انه بايرن ليفركوزن بده يربح على ارضه وبين جماهيره. بس على الاداء اللي كان عم بيقدمه دورتموند بالمباريات السابقه كان ولا ممكن انه يخسر وهذا عالم كره القدم صراحه كثير ضيعوا اهداف تلقى مرميهم باخر دقيقه هدف و تقريبا خسروا أربعة ثلاثة الاحد كان في مباراه مش و وكولون تاجلت لانه مش بلادباخ حسين لو لعبت المباراه وربح الفريق كانوا بعتقد هني بيتصدروا او بيكونوا بالمركز الثاني فما لعبوا المباراة تأجلت بسبب الاوضاع الجوية كان في مباراة القمة بين المتصدر والوصيف باير ميونخ ولبزتش صراحة مباراة كتير كانت قوية كتير كانت مهمة قدر باير ميونخ يفرد صراحة سيطرته على اللعب وما بعرف التليفون كيف كان بعده صراحة مع العلم انه عملناه حطيناه على ال على الساين بس بعرفني يمكن ضربنا بالغلط آه بس بدنا نعتذر من اللي عم يحضرونا على الفيسبوك صار مشكله بالانترنت راح الانترنت فنحن رح نكمل بالحلقه تبعنا اكيد انتم بتتابعونا لحد ما وصلنا على الوحده بس الحلقه رح نحطها نحن على اليوتيوب وعلى ال على الويب سايت كمان ففيهم يتابعوا الحلقه من هونيك كمان كامل الحلقه رح نكمل بالحلقه عادة يعني بس بنعتذر أه. انه بس توقف شوي هلا على الفيسبوك بس تخلص الحلقه بنرجع نحن بنطلعها على يوتيوب وعلى الويب سايت فين يحضروا الحلقه كامله هون 100% ساعتها ما بتكون مباشر بتكون مسجله 100% على كل كان بايرن ميونخ الفريق الاجمل كمان لبزج كان عنده فرصه باخر خمس دقائق انه ينهي المباراه وضاعت الطابه بطريقه غريبه عجيبه انتهت المباراه 0-0 كل واحد اخذ نقطه الخاسر كان هو دورتموند مش بلاتباخ كان عنده مباراه اجلت واكيد الدوري الالماني المتصدر بايرن ميونخ ب 34 ب 43 نقطة، لابزش ب 42 نقطة، دورتموند ب 39 ومش بلطباخ ب 39، يعني لو مش بلطباخ ربح كان اكيد تصدر هلا المباريات اللي جايه اكيد حتكون كمان مهمة فيها تغييرات كثير ليك انا مباراه لبزج وبايرن حضرتها، البايرن كانوا مش مسيطرين بالشوط الاول تقريبا 20 منت 25 منت كان البايرن عم يلعبوا كثير حلو كانوا يعني حاصرينهم عم يلعبوا على ارضهم حاصرينهم للبزغ بمنطقتهم للبزغ فاهمين كيف؟ آه لبزغ قدر يرجع يطلع، قدر يرجع يعمل فرص حتى كان مثل ما عم بتقول انت كان كان, كان هي باخر خمس دقائق يعني مباراة كثير حلوه جدا خطيره لبزغ لعبوا مباراة كثير حلوه ولا في يعني, يعني, يعني ليك كانوا بعتقد بعتقد الفريق يعني الفريقين ما بدهم يخاطروا انتبه طيب فريقين ما بدهم يخاطروا لانه طيب يمكن لو ريال ما كرمال ما يخسر الصداره لانه اكتفوا بانه يعني كان مكتفيين انه يعني انه اقل شيء ما نخسر نتعادل بس ما نخسر لانه اثنينتهم قريبين يعني اي فرق ثلاث نقط بالمباراه تقريبا بتصير اصعب صعب شمية. صعب على الثاني يعني هي بطولي لانه اثنينتهم خيفانين اثنينتهم خوفانين اثنينتهم ما فتحوا اوراقهم اثنينتهم ضلوا عم يلعبوا لعب تقريبا بخط الوسط وب... وبتلاحظ انت ما كان في فرص كثير بالمباراه كانت عم محصوره اللعبه بوسط بي... الملعب مصباح. ليش لانه مثل ما عم اقول لك اللي بياخذ هدف كان انه خلص هو اللي بيكون مسيطر اكثر على المباراه انتهت واحد واحد دورتموند ما استفاد مش بالطبخ عنده مباراة آه هاي الجمعة كمان بصير في شوية تغييرات أنا بقول إذا بيضل إذا بيلعب بايرن ميونخ بهذه الطريقة أيه. أيه. بصير آه بعد لكن وهذا الحلو مثل ما على طول نحن بنحكي بس يكون في منافسه بالبطولة وبيكون في فرق يعني قريب النقط على الثاني هل حلو بشجعك انه تحضر بطوله بس بصير فيها جو بتحضر الدوري الالماني ماجد يعني ما بتابع كثير اكثر شيء اسباني وانجليزي اسباني وانجليزي تقريبا مثل العالم أوه. كله يعني <applause> مثل العالم في كل العالم طيب خلينا نحكي عنك انت هلا كمان هات لشوف شو شو ناوي تعمل هون اذا مثلا اي فريق طلب منك تلعب او عم تسعى لانك تلعب مع فريق هون هلا اكيد عم بتعلم م. واكيد بدي اسعى لشي فريق فوت معه هلا عمي. بالجامعه عندكم انتم ما في ساكر؟ بلا في بس انه مش مثل يعني على على مدار الجامعات بس محصوره بالجامعات إيه. بس من الجامعات بياخذوا اللعيبه هون اذا ما معك ان شاء الله بس كيف 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 بدك تقدر تقريبا انه تنسق باللعب الجامعي اللي هو عشرة جولر ما عندهم وبين انت كنت بتلعب صالات يعني ثلاث ثلاث اربع لعيبه على اللي بيلعب صالات إيه. وبينتقل لملعب كبير سهل انه يتاقلم بس اللي بيلعب ملعب كبير وبينتقل للصلاة هون صعب يتاقلم لانه الصلاة متعبة أكثر من إنه من الملعب الكبير وفي أكثر تمركز من الملعب الكبير فإنه بيمشي حالنا أكيد إن شاء الله على الملعب الكبير؟ أكيد إن شاء الله بلأ إذا بشي جامعة بتكون موجود أو بأي مجال إن شاء الله ليش الله. لا على كل خلينا كمان نروح للدور اكيد الدور بدنا نذكر انه الدور الانجليزي كان تقريبا بريك تقريباً. بريك لا كان في مرحله كان في كان في مرحله ما حطيتها انا لانه كانت تقريبا ثلاث ثلاث مباريات ثلاث مباريات, مباريات بس ثلاث مباريات. مباريات بس كانوا يمكن هول من المؤجلات فكانت موقفه تقريبا يعني ما ما في هالمباريات اللي اللي لازم تلعب رحنا لوين؟ بدنا نروح على الدوري دوري الايطالي دوري الايطالي كثير حلو الدوري الايطالي جوفانتوس دوري الايطالي دوري الايطالي خسروا خسروا لايك رونالدو مسكر راسه هون هو طالع من الملعب يعني إيه. فيرونا يا فيرونا قالوا ان جوفانتوس لفيرونا مم. فيرونا يا فيرونا خسرتونا. صراحة خسرتونا <applause> وعن الصدارة شلتونا مباراة كانت على فكرة كثير حلوة لأنه هي دربي إيه. اللي ما بيعرف انه فورونا كمان هي ضربه بينها وبين جوفنتوس وكانت حتى الـ يقال الـ كنت عم بحضر انا الـ التعليقات انه الوضع متشنج بالملعب اف ايه, إيه بيك يعني بيكرهوا بعضهم جوفنتوس وفورونا بيكرهوا بعضهم مش من هلا من زمان آه مباراة كانت كثير حلوه وسريعه جدا آه قدر من خلالها فورونا يحسمها صراحه واعطى خدمه كثير حلوه لمين للانتر للانتر, للأنتر. الـ استفاد الـ من الـ الـ من. الـ الـ الانتر استفاد منه الانتر استفاد الانتر اللي كان عنده مباراه تقريبا كل الناس انه دربي يعني ديربي انتر ميلان وعم تحكي ميلانو وانتر ميلانو هول ما بيهم وين مراكزهم يعني بابي ما ما بيهمهم يعني هودي مباراه لحالها بدها دوري دور دور ايطالي <applause> لحاله هيدا هذا دوري ايطالي لحاله كان فيش مطرح تحط رجلك بالملعب يعني باكثر ما انه فل شاشات بايطاليا كانت يعني قديش كان في فيرونا وما عم يحضرها كان كلهم مركزين على انتر ميلان حتى انا ببعض الاصدقاء كانوا يحضروا بلبنان كان في بنفس الوقت عم يلعب برشلونه وريال بيتيس ما حدا حضر ما حدا حضر, حضر. كلهم عم يحضروا كان كان يحضروا الانتر ميلان وميلان وليش لانه عوده ابراهيم اعطت شويه دفع ابراهيموفيتش كان زائدا زائدا الميلان كان عم يعمل مباريات قبل فايت يعني بربحان وتعادل يعني عم يعمل نتايج كثير حلوه وبلش على السكة الصحيحه انصدم بهذه المباراه اللي فعلا غريبه عجيبه كانك شلت انتر ميلان ونزلت انتر ميلان تاني بالشوط الثاني اربع اهداف بالشوط الثاني للانتر ميلان اللي قدر من خلاله يقلب النتيجه كليا كليا كان اساسا كان في مباراه بالدوري بالاكيد بالمرحله 16 لاتسيو لاتسيو لو قدر ربح لاتسيو كان هلا يمكن هو تقريبا المتصدر لاتسيو كان عنده مباراة مؤجلة ضد فورونا ايه. فورونا اللي غلب مين؟ اليوفي اليوفي تعادلوا وياه 0 صفر صفر. لو ربح ب... ب... لاتسيو بهذه المرحلة وربح هذه المرحلة 23 كان كان هو, كان هو متصدر كان هو متصدر تعادل 0-0 صفر صفر مع فورونا بالمرحلة الأكيدة 23 كانت اللي بلشت نهار الجمعة روما خسر كمان ضد بولونيا الليزي بالدور الايطالي هالسنه يعني ما في فريق عم تقول والله لازم يربح ما في توقع طو... حلو بس يكون ما في توقع ايه لما يكون في تغيرات في البريمير ليج بس يكون ما في ما فيك تتوقع نتيجه المباراه دائما بيكون فيها حماس اكيد ميو. يعني يمكن يكون المركز الاخير يخسر لا ميو. ميو. خس... هو... لو صارت المركز الاخير خس... سلتا أه. خسر سالتا فيجو خسر اشبيليا اشبيليا المركز الثالث مضبوط رابع خسر 2-1 باخر باخر وقت هلا بنحكي فيها جوفنتوس اكيد اللي كان عم يتعرض لخساره 2-1 ضد فيرونا مباراه حلوه كانت انا حضرتها لجوفنتوس كانت حلوه كثير ورونالدو فوت جول كمان رونالدو مازال. ما زال آه ما زال بعده صار جيمز كبير. عم يفوت جول تقريبا بكل جيم تقريبا حطوا له اياها كنت عم بحضر انا بالستاتستكس تبع الجيم هاي القصة الجديدة اللي عملها بتعملها عندي. بس بتحسوا, عم رونالد عم بتحسوا عم رونالدو بتحسوا رونالدو مثل مثل على طول عم يعتب على الفريق تبعه انه نحن عم نجيب جوال عم ترجعوا تهدروها شو اسمه بيانيتش عمل غلطتين وغلطتين فات منهم نجوال هو على فكرة كثير عنده كان مشاكل حتى مع ريال مدريد ياما صالحوه هو وروبرتو كارلو ايش اسمه راموس راموس كان, كان داليا على وياه ولا انه نحن بنجيب جول وانتم بتطعمونا جول ايه بيانيتش عمل, عمل اللي... غلطتين والغلطتين فاتوا جول يعني اعطيهم الطابه يكون عم يرجعها لورا على اساس يرجع لورا بترجع الطابه ياخذها ويفوتوا الجول يعني بيانيتش غلط غلطتين كثير قاتلين كانوا بالمباراه صراحه فريق ما يعمل حجه خلص إيه. إيه فريق هلا هو هو اللي لك شغله بالنسبه للكارير له بالنسبة للبطولات اللي اخدها رونالدو لازم يضل عم يربح وياخد بطولة ليش؟ لأنه بكرة هذا بيتسجل عنده بالركرد انك انت جيت على ايطاليا أخذت الدوري اول مرة ولازم تاخد الدوري الثاني ثاني مرة بضل عنده هو شو ما تنساش انه هو فايت بالتنافس مع مين؟ بكسر الارقام مع ميسي. مع ميسي يعني لازم اذا حقق بطولة يعني بالركورد تنحط انه انت رحت على اسبانيا حققت بطولة على مانشستر يونايتد حققت بطولة بجيت على جوفانتوس حققت بطولة بس الفكرة انه الجوفانتوس يعني بلا كان متصدر وحاكم ايطاليا مهلا ايه مهلا هلا هي ما عم لك هو كمان ربح معه الدوري السنة اللي مضت ايه بس ما آه. بكون عمل انجاز امم اه نحن مع ميسي انت ده 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 انت برشلونة ايوه ها ده ها ده عم بقول شو قصته هذا قاعد عم وقاعد عم بيحطم فيه روح له معنا شو بك روح لا لا روح <applause> لا نحن تحية لكل البرشلونية اكيد شو ترتيب الدوري الايطالي اكيد ترتيبه الصداره اليوفي ب 54 نقطه والانتر ب 54 نقطه عفوا نزل اليوفي عن الصداره اخذه وتعادل هو وياه اكيد بالنقط ولكن في فرق الأهداف للانتر ميلانو لازيو لازيو اللي قدر كمان ربح على ربح على بارما 1-0 كمان صار ب 53 نقطه واتلانتا ب 42 نقطة هيدي هي اكيد الدوري الايطالي لنجي للدوري الاسباني وكاس ما في مثل ما قلنا ما في شيء بالبريمير ليج الجمعه كان في بس ثلاث مباريات وهودي ثلاث مباريات مؤجله بيرجع بينطلق الدوري البريمير ليج قريبا بكره بالدوري الاسباني تم اختيار افضل لاعب بالشهر اختاروا بلاير اوف ذا مانس كورتوا حارس مرمى ريال مدريد هو كان افضل لعيب بشهر واحد على ما اعتقد بيستاهل بيستاهل صراحه ايه عم آه بيقدم ليك تذكر ليك هو بيعتقد اما نحن هون بهيدا اللي انتقدناه فاهمين كيف العالم كلها انتقدته مظبوط وقلنا شو هذا وشو جايبينه وشو عم يعمل ودعانا المصاري أه لا هلا كورتوا بعتقد يعني انتقم أه لا يعني صراحه عم بيقدم مستوى ولا احلى من هيك حتى عم ينقذ ريال مدريد من مثل ما بيقولوا يعني صار اكثر من مره كورتوا عم بشيل جوال يعني حتى بعد اخر مباراه كنا عم نحضرها ربحوها ريال مدريد كمان مع اساسونا كمان يعني بالشوط الاول شال طابتين كانوا جوال هودي مظبوط. فعم بيقدم مستوى كثير مهم ولا في لا, لا لا بس اقول لك شغله صغيره يعني جابت الدوري الايطالي في مباراه كثير 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 مهمه مين ومين؟ لاتزيو انتر اوه مظبوط مركز اول وثاني لاتزيو انتر يعني عم تحكي واوه. اول ثاني اول ثاني تقريبا ما هو نفس النقط هو واليوفي اول ثالث لانه اليوفي اول ثالث ايه يعني أه بالحسابات هيدي مباراة بطولة اكيد يا بيتصدر فيها كمان بيرجع اذا تعثر هلا اذا تعثروا اثنيناتهم تعادلوا افضل فورم افضل فورمات انه يتعادلوا يوفي يو 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 يربح يوفي يربح هلا كلهم كلهم بيتمنوا هيك او يربح لا بس هيدي المباراة احضروها احضروا مباراة مباراة كثير مباراة كثير حلوة رح تكون كثير مباراة حلوة جوفنتوس هلا جوفنتوس عنده مباراة مع بريسيا برو... بريسيا بشو؟ بالدوري بعتقد فريق آه هو اخر اخر مركز اخر مركز تنسى كمان بالدوري. هلا قريبا بعتقد نكست ويك رح يرجع يبلش الدوري ال 16 اذا ماني غلطان من دوري ابطال اوروبا دوري اوروبا 22 نكست ويك جمعة الجاي جمعة الجاي هلا جمعة الجاي جمعة الجاي حيكونوا جمعة الجاي المباريات يعني عم تحكي انت شو لكان كان دوري ابطال اوروبا عم تحكي ريال مدريد مانشستر سيتي عم تحكي ايه شو لك كان عم تحكي مباريات حلوه يعني كنا منتظرين كنا منتظرين انا منتظرين انا بحضر النص هون والاياب بلبنان <applause> ان شاء الله بتوصل ايه بحضر بحضر الـ الـ الذهاب هون والاياب <applause> بلبنان <applause> آه، على فكره يمكن يمكن اذا ما الله كذاب نقول بدناش نقول نحن مسافرين بديش احضر الدربي بيكون بالجو يمكن يكون بالجو بالدربي اه <applause> برشلونه <applause> بس برشلونه وريال مدريد باول مارش هو باول بيش... مارش باول مارش أوه. إيه؟ أوه. اول مارش بتحضر إيه؟ انت بالطيارة ما بقى يمكن يمكن هلا نشوف كيف على كل الدوري الإسباني الدوري الاسباني قبل الدوري الاسباني كان عم يصير الدوري نصف نهائي لكاس اسبانيا كوبا دريا كوبا ك... كاس اسبانيا مجازر اللي... اللي صارت صراحه مجزر. يعني مفاجاه دبل مفاجاه مضويه بالكوب ايه لك كانت مفاجاه مضويه مثل كل سنه اكيد بالدوريات او بالك بالبطولات لما بيخسروا برشلونه بيخسروا, بيخسروا ريال مدريد بيخسروا ريال مدريد بس يخسروا مرزبوط. ريال مدريد بيخسروا برشلونه هالمره هالمره صارت المعكوسه ريال مدريد اللي كان عنده مباراه ضد ريال, <applause> ريال سوسيداد ساراغوسا ريال خسروا من مربحنا عليهم <applause> لا مربحنا عليهم لمين <applause> لا شو اسمه اساسو... لا مش لأساسونا لا اساس انت قلت ريال سوسيداد نحن ربحنا عليهم هلا آه. ريال ساراغوسا هلا ساراغوسا اكيد يلي كانوا مباراه كثير كانت حلوه كان متقدم اكيد فيها ريال ساراغاستا تقريبا 3 0 باول باول شوط وقدر ريال مدريد يحقق هدف رجع كمان تقدم ريال من ريال هلا المشكله قدم ساراغوسا بهدف صارت أربعة واحد فريق الملكي جاب هدفين ولكن ما كانوا كافيين ابدا لحتى يقطعوا للنصف نهائي وخرج من بطوله كابا دلارية وخرج من كاس اسبانيا وراح راح ريال مدريد باول لقب له تقريبا صرنا برات المنافسه ايه الكوبا يعني كان في كان في اكيد مباراه بس, بس ليك مع انه رجعوا يعني بتعطيهم كريدت انه لا لا رجعوا أه رجع بال... لو في لو في وقت كان كان رجعوا عمت... آه رجعوا عمت... رجع على الجيم لو في بعد خمس دقائق كانوا اخذوا, أخذوا اللي... كانوا عادلوهم كانوا فعلا عادلوهم رجعوا على الجيم زائدا انه كان في لك شغله صغيره كان في أنت انتقادات على مشاركه ما شارك كل اللعيبه الاساسيين بالاول وكان في انتقادات على مشاركه مارسيلو مارسيلو كان بدي اقول لك انا و... رغم انه سجل جول يعني إيه لا مارسيلو مستواه متراجع كثير مستواه كثير متراجع آه لانه قعد ليك اللي بيقعد دائما على الاحتياط هذا لعيب هلا بقول لك لما لعيب بيقعد فتره هيك على الاحتياط على البنج كيف عامل النفسي بيصير عنده برايك انت؟ هلا نحن ما بنقعد كثير على البنش لانه بضل بضلك بي... عم تحرك بضل في تبادل محل هلا اللعب ببدل وهيك بس انه اكيد يعني بغار على اللعيبه انه لازم انا اكون مثلهم لازم اكون احسن منهم لازم, لازم اكون موجود, موجود بالملعب لازم اكون موجود بالملعب بتاثر على العامل النفسي تبع اللعيب فبكل مدرب بده يغاضي له مارسيلو بهيدي المشاركه وكوبا ديفي ف هو هو على طول عم بيعمل على طول عم بيعمل مداوره حتى الهدف حتى الكرتون ما كان عم يلعب ايه كان عم يلعب اريولا اريولا اكل اربع جوال بيقولوا بالعاميه بيضوا له مرتين لا ما اكل الجوال يعني ما لازم بتسواش. ابدا ما لازم يكلهم وكانت هذه نقطه على فكره مش سلبيه كثير سلبيه كتير, سلبي كتير, كتير بي بي اريولا بي... لعب مباراه سيئه جدا بروبلي الاسوأ مباراه بحياته بيلعبها شو هيدا على كل طلعوا برا للمدريد واكيد شمتوا فينا بعض الشباب والاصحاب أه على اساس انه هن كانوا بعد بساعتين عندهم مباراه كثير أه <applause> تقريبا بيعتبروها سهله لانه قبل ب... تقريبا بجمعتين كان برشلونه أيه. ربحان على اتلتيكو بلباو فقالوا منجدد الفوز كانت مباراه كثير صراحه بدنا نقول مش ممله مثل مثل كل, <applause> كل... كل مباراه ما فيها اهداف <applause> لا ما فيها ما كان فيها هال... أيه. هالنديه ما كان فيها الفرص الكثيره كان اثنين عم ب... بوسط الملعب أيه. ويعني كمان خايفين من, من بعض من بعض لانه فيه. خروج في خروج آه للدقيقة تقريبا 90 او 91 بالدقيقة 91 آه طابة عرضية كل مرة هيدا <applause> بسكويت هيدا بسكويت كمان اسمه بسكويت كل اسمه كل مرة بسكويت ايه اكيد سجل الهدف بالدقيقة 93 كان كافي كليا خروج برشلونة فخروج اسمان كبيرين او فريقان عريقان بعالم كرة القدم من كأس اسبانيا هيدي آه تقريبا ابدا ما بتعطي هيك مع احترامنا لكل الفرق اكيد الموجودة ب بي آه الكأس يعني فأبدا ما بتعطي كانت رونا لأنه خروج برشلونة وخروج آه ريال مدريد يعني هودي فريقان لازم واحد منهم كان لازم يحصل على هذا اللقب على كل ان شاء الله المباريات السابقه بكره من لكم عنا مين حيكون عم يلعب ماكن كان في مرحله ال 23 اللي بلشت نهار الجمعه وسبت واحد اكيد نهار الجمعه كان افتتحها ايبار بخساره ضد الفيس ونهار السبت خفيانتي اللي قدر ربح على فالنسيا فالنسيا اللي كمان هو قريب للمنافسه ربح عليه 3-0 نهار السبت نهار الاحد اتلتيكو مدريد كان عم يربح على غرناطة واحد صفر واكيد عم يعني بيعزز يعني كمان آه نقاطه وعم بيتقرب اكثر من الصداره ريال سوسيداد آه اكيد كمان آه هو كان عم يلعب هو واتلتيكو بلباو وعفكرة فكره ربح عليه <applause> 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 خسروا <خصر>. يعني فريق ربحان على برشلونه فات على الدوري خسر فهيدي المباريات لك بس تلعب انت دائما بس كون فريق متاخر بدرجات يعني بس بيكون فريق بال... بال... بالاخر الترتيب بس يلعب مع فريق بال... مثل برشلونه مثل ريال مدريد لعيبه هنن عندهم حافز لحتى عندهم حافز يعني. يعني. لانه بيعرفوا في في ضوء في في كثير اضواء على هيدي المباراه هيدي فرصتهم لحتى يبينوا يبينو فرصتهم مزور. لحتى اذا في يعني. انتقالات لحتى هن كمان يكون عندهم شانس ينتقلوا لفرق اكبر فعشان هيك بيقدموا مستوى يعني بيقدموا كل شيء عندهم فهمنا علي كيف؟ فهذا اللي بيصير على كل بس ليك ريال لعبوا مباراه حلوه كان اداء كثير منيح كانوا كانوا خسرانين ايه وزيدان صراحه التبديلات اللي عملها بالشوط الثاني اثرت كثير مثل ما قال عباس كل ما يفوت لعيب يفوت جول فكثير مهم اللي عمله زيدان بعتقد التبديلات تبع زيدان هي اثرت كان خلت كان تبديلات كانت التبديلات كانت كثير ايه لا مهم. كثير مهمه كثير هيدي التبديلات وريال مدريد حتى جوفيتش انا انبسطت لانه هيدا الجول مثل حافز نفسي لإله يعني سبيشالي انه هيدا الجول الثاني بس لإله بالدوري الاسباني حاليا مزبوط. فبعتقد كل اللي صار مع ريال مدريد هيدا ايجابي بكل ما الكلمه من معنى بس برشلونه كان عندهم صعوبات كثير بالمباراه تبعهم خلص المباراه 3 2 بس مثل ما بيقول بطلعوا الروح ما شو تعليقك انت بتشجع برشلونه كيف صعب. نلاقي برشلونه مع المدرب الجديد؟ مثل ما هن بس بس بلا مس مثل ما بلا من بس, أي بس خليني بس خليني اوضح شغله مزبوط معك حق ريال سوسيداد سارجوسا نحن ربحنا عليهم بالاول آه. ريال اللي كمان مع أه معقول كثير يتقابل بال مع اتلتيكو بلباو بالنهائي اه والله ايه معقول كثير يتقابل هو اتلتيكو بلباو اذا ربحوا اثنينتهم على الفرق على الفرق الثانيه على الفرق الثانيه بيرجعوا بتلاقوا بالنهائي كاس اسبانيا آه. كنا عم نسأل مجد عباس قبل ما ايه تفضل. شو مثل العاده انت عن عن برشلونه بدي صلح له لأنه موهب كونه كون مشجع برشلوني هو ايه. كيف ملاقي ايه. الفريق؟ يعني هل انت كنت حلو... مع انه يتغير فالفيردي ولا لا؟ اكيد اه انت مع انه يتغير في اكيد اكيد شو السبب؟ بس يعني نفس السيستم عم يلعب نفس كل شيء نفس التشكيله يعني اذا خسر الفريق ما ما ببدل ما بشوف مثلا الثغرات وين وين وغلط وين هلا ما... يعني ميسي دائما من منقذنا دائما من هو يعني بلا ما هلا انت مزبوط عم. انت لو ما يعني ميسي اذا ميسي ماشي حاله الفريق يمشي حاله ميسي مش ماشي حاله وغلق. الفريق طب كيف ما اذا عقليه مدرب ما انت تيم هيدا فريق مش مش لعيب ما بعرف كيف بدها تنحل هيدي هو هو خلى هيدي الفكره تسيطر على المدرب ميسي اه هل يا ترى الافضل انه يرحل ميسي عن برشلونه؟ لا هلا في عم بيقولوا هلا اول عن, عن تاني بده يفل مش رح مش رح يعمر او على جوفانتوس لا مش رح يعمر معكم ميسي يعني اول عن تاني بده يفل مضبوط بده يفل بس بدك بدنا نشوف المدرب سوء الانتقالات مين بده يجيبوا محله من بده يعني هادي مبالي يمكن كان يغطي محله خلص راح ديمبلي ما بعتقد ما بعتقد انا ما بعتقد الإدارة البرشلونه بتستغني عن ميسي ما بيستغنوش عنه اكيد ميسي ميسي غير انه لعيب هو اللي مهدي برشلونه ميسي على فكره حتى اذا بكره ينتهي ميسي من عالم كرة القدم حيكون بالإدارة مسؤول, صح مسؤول مغلق. ببرشلونة لأنه هذا اللعيب يعني تقريبا أسس بنادي برشلونة وطبعت اسم ميسي برشلونة وإجي كذا عرض كان يرفضه له 10-12 سنة معهم كان يرفضه لا أكثر, أكثر. شو 20 سنة من هو عمره 13 سنة. سنة. يعني مؤسس. مع الفريق الاول انا صار له صار له 10 12 سنه فهو حتى يمكن هلا اذا بتقول لميسي روح بدل بقول لك انا ما افضل يعني. من برشلونه اول شيء انا ملك فيه آه ملك بالبارشا مزبوط وهي قصة عاطفيه مع البارشا مش قصه مصاري او شيء هيك لا آه. هن ربوه هن جماعه مثل اهله يعني م. ربوه عملوه وهو عمل البارشا والجماهير بتحبه و العالم آه كاتالونيا كلها بتحبه لميسي فاكيد ما ما اظن بيروح يعني هو يمكن قال كمان حتى اذا كان بده يروح حتى اذا كان بده يروح من بعد ما شاف رونالدو راح على جوفنتوس وقلت شوي مش اسهمته انتبه كلاعب الاضاءه عليه والتسليط الضوء عليه بقول لك لا شو بدي بهالشغله خليني أه. ببرشلونه وماجي حالي على كل كان في هالمرحلة 23 ايبار مثل ما قلنا ربع على الفيس خفانتي ربع على 3-0 على فالنسيا، اتليتيكو مدريد على جرناطا، ريال سوسيداد على اتليتيكو جلاب 2-0، ريال مدريد اللي كان متخلف بواحد ضد اساسونا وقدر ربح اربعة أه، يمكن لو نزلني لالي كمان كنت كان جبت هدف انا أه، سالتا فيجو اللي عمل مفاجأة واكيد غلب اشبيليا اشبيليا يلي كنا بنعرفه فريق عنيد مزبط. فريق مش آه بيسهل بسهل انك تغلبه مزبط. يعني حتى الفرق الكبيره يا بيغلبها او بيغلبوه واحد صفر بشق النفس أدر قدر سالتا فيجو بالدقيقه 93 كمان احرز هدف باخر الوقت وي... وسالتا فيجو اللي هرب من الـ شبح الهبوط مزبط. تقريبا مبدئيا صار معه 23 نقطه حلو آه 21 نقطه بعيد عن ثلاث فرق اللي هن الريال و لاجس لا لا ليغا لا حلوه كثير لا ليغا إيه، كثير حلوه في حماس في فرق عم تلعب في تالنتس بقلبها في في مواهب عم تلعب فاهمين كيف طابي ما بتوقف ما في فا... ما في ملل بالمباراه دازنت مار اي انت جيم عم تحضره حتى الجيمات الثانيه الدوري اكثر في بقلبه جاليه عربيه إيه؟ حتى فيه في لعيب كتير عرب مزبوط يعني ايه جل اسبانيا سجل نبيل فقير آه نبيل فقير وفي كان كمان لعيب معه ثاني اخر آه عرب. عرب. عربي ب ب ب ما هي جرناطه هذا فريق جرناطه ما هذا شبك فريق غرناطة هيدا للعرب اه عن جد يوسف بالعربي كلهم 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 كله. قريب قريب ل قريب ل كله عربي قريب يعني للمغرب قريب <applause> <وصلنا> للمغرب العربي نحن <applause> وصلنا لنهاية الحلقة مجد شو بتحب تقول للعالم اللي كانوا عم يحضروك اليوم واللي رح يحضروك بعد نهاية الحلقة كمان شو بتحب توجه لهم رسالة الكاميرا لإلك بلبنان ولا هون؟ مطرح ما بدك وين كلهم؟ هيك عملت هون مجد بلبنان انه ان شاء الله ان شاء الله عن جد الله يكون مع لبنان والله يكون معنا ويامن مستقبل الكل اذا في بعد مستقبل بلبنان يرجع المستقبل حيكون للشباب لا بده يكون عندك تفاؤل بلبنان يعني ما عاش في تفاؤل بعدك, إيه بعدك إيه بعد لا بعدك شاب و وانت ان شاء الله بتخدم وطنك بترجع على لبنان بت ان شاء الله بتحقق شهادتك ان شاء الله كلنا مش بس اه على يوسف مش بس مجد يعني نحن ختيارنا انت عليك بس اه اه ايه كمان فيكش تحط صوره مش يعني لبنان الصوره مغبرشه في حاليا يعني السياسيين المسؤولين بلبنان مش عارفين لوين رايحين يعني حتى الفوتبول ما وخلص خلص خلص كل شيء يعني هلا هلا تقريبا بظل بي الاوضاع تقريبا الشتويه بلبنان <applause> و... والعواصف خليها تغبش شوي صغيره وتعمل ضباب بس لابد انه <applause> ما تسطع لابد انه تسطع شمس لبنان اكيد مجددا ويرجع لبنان على السكه اللي نحن بنتمناها لك حاج عباس آه كمان بتذكرك انه النهار السبت حيكون في مباراه كثير مهمه بين خفانتي وبرشلونه اكيد يعني هذه مباراة كمان تقريبا خفيانتي اللي هو مركز ثالث أيه. وقريب كتير على آه هلا تقريبا هلا يعني بالجو اللي نحن فيه كل مباريات أيه. مهمه لأنه الفرق شو الفرق نقطه في نقطه نقطتين يعني يعني بين 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 البرشا وال في سبع نقط تقريبا هو خفينتي. بس خفينتي بشكل سريع آه. شو المراكز واختم لي الحلقه وريال دلوقتي. مدريد حيلعب مع سالتا فيجو اكيد مباريات حلوه شو الترتيب بالدوري الاسباني اكيد الدوري الاسباني ريال مدريد بعده البطل اكيد 52 نقطه 52 نقطه برشلونه ب 49 نقطه وخفيانتي ب ب 42 نقطة واكيد أتلتيكو ب 39 نقطة أتلتيكو اللي عم شوف فرق نقطتين يعني حيلا تعسر يعني اي تعسر اي اي هلا ان شاء الله نحن بنتمنى اكيد الفوز لخفيانتي يقرب شوية لعند الابطال ما <applause> عندنا مشكلة بس ان شاء الله بيربح نهار السبت <applause> اكيد انا كمان بدي اتشكركم على متابعتكم لهيدا البرنامج وكل برامج واتساب ميديا نتورك اللي بتنعرض عليكم بشكل يومي آه، كأنه هيدا البرنامج اللي بنعرض كل نهار تنين من ثلاثة ونص للأربعة ونص أو البرامج التانية اللي بتعرض على واتساب ميديا نتورك من بنتمنى منكم على طول تتابعونا تعملوا لايك وفولو للصفحة وتعملوا جيت نوتيفيكيشن لا يوصلكم كل البرامج تبعنا بنتشكر هابي هوم فورنيتشر على دعمهم لهيدا البرنامج وكل السبونسرز والقيمين والراعيين على واتساب ميديا نتورك إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج حكي رياضي كان معكم حسين هاشم والكابتن عباس بخضر شكرا لك يا مجد إلى اللقاء والسلام عليكم